الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فلنتق الله تعالى إن أردنا النجاة. هذا هو لقاؤنا في هذا اليوم المبارك. ما هذا الواقع المر الأليم الذي نعيشه في هذه الأيام؟ أين مراقبتنا لربنا جل وعلا؟ أين خوفنا من الله عز وجل؟ لقد رفع غطاء الخوف عن الخلق من مراقبة السلطان والقانون، فظهرت أخلاق الناس على حقيقتها المرة الأليمة. لقد بيّنت وظهرت أخلاق الناس في هذه الأيام على حقيقتها. ما اتقى الله عز وجل من صوب السلاح في وجه أخيه؟ ما اتقى الله عز وجل من قطع الطرق؟ ما اتقى الله عز وجل من جلس على كرسي أو في منصب فما راعى الخالق والخلق؟ ما اتقى الله عز وجل من انتقل كل ليلة من فضائية إلى أخرى لينتهك الأعراض وليستبيح الحرمات؟ ما اتقى الله عز وجل من كذب في الليل والنهار؟ ما اتقى الله عز وجل من سرق أموال هذا الشعب المظلوم؟ ما اتقى الله عز وجل من ظلم خلق الله وعباد الله؟ ما اتقى الله عز وجل من استطاع أن يأتي للمظلوم بحقه ولم يفعل؟ ما اتقى الله عز وجل من قدم مصلحته الشخصية والحزبية والجماعية على مصلحة هذا البلد وعلى مصلحة هذا الشعب المقهور؟ نعم أيها المسلمون، أنا أعتقد اعتقادا جازما أن أحوالنا لن تصلح بالقوانين ولا بتعديل الدستور ولا بغير ذلك، وإنما لن يصلح الله أحوالنا في الدنيا ولن يسعدنا ربنا جل وعلا في الآخرة إلا إن حققنا التقوى، إلا إن اتقيناه وراقبناه، وإلا لاحتاج كل واحد منا إلى مسؤول يراقبه. لو راقبت العلي الأعلى ما احتجت إلى مراقبة القانون الوضعي الأعمى، لو اتقيت العلي الأعلى ما احتجت إلى قانون وضعي أعمى. نعم أيها المسلمون، نريد التقوى، والله ما أحوجنا إلى التقوى. أعلم أن جل العلماء والدعاة قد ابتعدوا عن مثل هذه الموضوعات الأصلية وعن مثل هذه المعاني النبيلة، وغرق الكل أو الجل في هذه السياسات والصراعات، ونسي كثير من أهل العلم أن أصل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة في أن يرد الناس من جديد
إلى الله جل وعلا. نعم، نحتاج أن نرجع إلى ربنا جل وعلا، نحتاج أن نذكر أنفسنا بتقوى الله عز وجل، نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بالخوف منه، بحبه، بمراقبته، بالتوكل عليه، بخشيته في السر والعلن، بالخشية منه، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي لا يتحقق الإيمان إلا بها. أردت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه الآيات الكريمة التي يفتتح بها جل الخطباء خطبة الجمعة، والتي تلوتها عليكم في بداية الخطبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وما أكثر الآيات، إلى آخر هذه الأوامر بتقوى الله عز وجل. لا تتصور أن التقوى موعظة أو مجرد كلمة يرددها عالم أو داعي إلى الله، بل التقوى غاية الغايات، بل التقوى غاية الغايات. إذا كانت الغاية من خلق السماوات والأرض هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الغاية من العبادة هي التقوى، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية من العبادة أن تحقق التقوى، الغاية من صلاتنا أن نحقق التقوى، الغاية من الصيام أن نحقق التقوى، الغاية من الحج أن تحقق التقوى، الغاية من كل عبادة أن تحقق التقوى لله سبحانه وتعالى. فما هي التقوى إذن؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقى، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخط الله وعذابه وعقابه وقاية. ألا تريد أن تحقق هذه الوقاية؟ ألا تخشى سخطه؟ ألا تخشى غضبه؟ ألا تخشى عقابه؟ يا من توهمت أن الكرسي سيدوم إليك ولو دام إليك ما دام لغيرك. وما مر إلا عامين، وما مر إلا عامين، وما اتعظ واعتبر كثير من الخلق، فالكراسي إلى زوال والمناصب إلى فناء. يا من تحرص على أكل مال الحرام، يا من تحرص على أكل المال ولو كان من الحرام، ولو سرقت أقوات هذا الشعب. ما نفع المال أصحابه لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا جمع من الحلال واتقى فيه صاحبه الكبير المتعال. ما اعتبر واتعظ كثير من الناس من آيات تذيب الصخر وتلين الحجارة، لكن صنفا من الناس يحملون في صدورهم قلوب قاسية، بل والله أقسى من الحجارة، فالحجارة تلين وتخشع وتخاف الله. فوالله ما خر حجر من جبل إلا من خشية الله جل جلاله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
نعم، لا حاجة لنا إلا بتقوى الله، ولا مخرج لنا في هذا الهم، ولا مخرج لنا من هذا الهم الذي نعيشه إلا بالله. قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار، هذا كما يظنه البعض، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. أرجو أن ينتبه المسلمون حتى من المصلين حتى من الصائمين. تقوى الله ليس بصيام النهار وقيام الليل ثم بعد ذلك تتجرأ على الله، يتجرأ العبد على حرمات الله، يأكل الحرام، يغتاب، وهذا أصبح في المسجد، يغتاب، يقع في النميمة، يكذب على الخلق، يروج الإشاعات الباطلة وما أكثرها، يستعمل منصبه أحقر وأسوأ استغلال، يأكل الربا، يأكل الربا، يتلاعب بأسعار السلع الرئيسية من أجل أن تنتفخ بطنه وبطون أولاده بالحرام. وأنا أقول لهذا الصنف: لا بارك الله لكل من يتلاعب بأقوات هذا الشعب، ولا بارك الله لمن يأكل الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأنا أبشرك أن الله تعالى قال في سورة آل عمران: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل أي يسرق، أي شيء سرقته تأتي به يوم القيامة وهو في يدك، سواء كان كبير أو صغير. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لن ينفعك هذا المال، فهو مال حرام، وأيما جسد نبت على الحرام وبالحرام فالنار أولى به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة، المعصية ضنك وشقاء وضيق وهم وقلق وصراع وتكالب على الدنيا. قال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك في الدنيا وعمى في الآخرة بسبب المعصية. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أصبح إظهار الفاحشة في الطرق وفي شاشات التلفاز وفي كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان. هذه الصفات للأسف الشديد كلها موجودة الآن. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، ووالله ما جعل بأسنا بيننا الآن
إلى الآن إلى اللحظة شريعة الله ولا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنظل في هذا الضنك والهم والقلق حتى نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السلف إذا لقي الأخ أخاه ذكره بتقوى الله، ووصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته. ذهب إليه أبو سعيد الخدري فقال: أوصني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وقال لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. وقال الصديق لعمر: اتق الله يا عمر. وقال عمر لولده عبد الله: أي بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه ومن شكره زاده. جعلني الله وإياكم من المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم.